السلام عليكم. الفيديو ده للاي واي كوتشز، مهمتكم مش سهله. الطلبه اللي هتدرسولهم دول هيدخلوا مسابقات باسم مصر اون سايت واونلاين، مستواهم هيأثر على الرانكينج بتاع مصر. عشان كده احنا عاملين ستاندرد كل الكوتشز يمشوا عليه عشان الطلبه ما يقلش مستواهم عن ليفل معين. الستاندرد ده فليكسيبل، يعني ايه؟ يعني مش هياخد السيشن كلها. لو انت طبقت الستاندرد ده صح هياخد بالظبط نص السيشن، وهيتبقى النص الثاني في السيشن للاكسرسايز. وقت الاكسرسايز ده انت ممكن تدي هوم ورك وتضيف اي حاجه، لو انت عندك حاجه تضيفها على الكورس ممكن تضيف اي حاجه في الفتره دي. اول حاجه عندنا الهدف. الطلبه اللي هيجوا لك طلبه مدارس ما عندهمش اهداف محدده، النهارده عايز يطلع ضابط، بكره عايز يطلع دكتور، بعده عايز يطلع طيار، ما عندوش هدف محدد. احنا مش عايزين نغير له هدف حياته، بس عايزين نحط له هدف في الكورس. لازم تحسسه ان الكورس ده ليه هدف. احنا عملنا اي كيو في المدارس ونقينا الطلبه دول من خلال الاي كيو، فانت تحسسه ان احنا ما نقيناش اي حد، احنا جبنا اذكى ناس عشان عايزينهم يرفعوا اسم مصر فوق، عشان عايزين يطلع منهم العلماء بتوع المستقبل. هتعمل على قد ما تقدر في الكورس ده، مش هيبقى فكرك عايز تطلع دكتور اطلع دكتور، عايز تطلع ضابط اطلع ضابط، بس لما تدخل الكورس ده لازم تعمل اهداف الكورس ده. بعد ما تخلص الكورس اعمل اللي انت عايزه. فنقطة الهدف دي لازم تركز عليها قوي طول ما انت شغال، ولازم تركز ان الهدف ده مش هيغير حياته بس، ده هيغير ترتيب مصر على مستوى الدول. تاني قاعدة عندنا، حاجة تحطها في دماغك، اوعى تقول للطالب ده غبي. بيحصل كتير جدا في السنين اللي فاتت، طلبة تلاقيهم في اول الكورس اغبياء مش فاهمين اي حاجة، تقعد معاه لحد اخر الكورس، تلاقيه تقريبا في اخر تو سيشنز او حاجه بدا يبقى عبقري، وفعلا عبقري. مش هنقول اسامي، بس في ناس كتير جدا مشهورين دلوقتي كان باين ان هم اغبياء جدا. بس المثال اللي ممكن نقول عليه اينشتاين، اينشتاين اتطرد من المدرسه عشان كان غبي، الناس بتقول عليه غبي، مش بيحصل بسرعه وفي الاخر بقى عالم. فنفس الموضوع عندنا، اوعى تقول على اي طالب غبي، استنى لحد الاخر، اتعب معاه لحد الاخر، غير في طريقه شرحك، بس ما تقولش عليه غبي. الفيديوز، احنا عندنا فيديوز لكل سيشن، كل سيشن قبل ما تدخلها في فيديو تشوفه كويس قوي، تتاكد انك فاهم كل حاجه فيه عشان تدخل تشرح اللي فيه بالظبط للطلب. قاعده رابعه، الهوم ورك. عدد ساعات الكورس قليل جدا، عدد ساعات الكورس ما يكفيش ان الطالب يستوعب الماده بشكل كافي. عشان كده في هوم ورك، والهوم ورك ده كبير جدا، ولازم تأكد على الطلبة إن هم يحلوا الهوم ورك. اللي مش هيحل هوم ورك كويس فعلا هينقص كتير جدا، 90% من الكورس موجود في الهوم ورك. القاعدة الخامسة، الكواليتي أهم عندي بكتير قوي من الكوانتيتي. يعني أهم حاجة إن الطالب الدرس اللي أنت تشرحه له لازم يفهمه 100% قبل ما تدخل على اللي بعديه، ما تدخلش على اللي بعديه لو هو مش فاهم 100%، ما تقولش كده مش هخلص المنهج، مش مشكلة تخلص المنهج. اهم حاجة ان الحاجة اللي تخلصها يكون 100% 100% في المية. القاعدة السادسة، اوعى تشرح الحل، اوعى تشرح الحل، اشرح طريقة التفكير للوصول للحل. هنشرحها بالتفصيل لما نيجي عند الفيديو بتاع كل سيشن، بس باختصار لما تيجي تشرح لهم سوليوشن اوعى تشرح سوليوشن في دماغك كده على طول، يا جماعه ده هتتحل بالطريقه الفلانيه 1 2 3، لا ما ينفعش. اديهم مساله خليهم يفكروا فيها، فكر في الحل، وهو بيفكر في الحل قال حاجه غلط، قول له طيب انت متاكد ان ده هينجح؟ لان لو عملنا كذا هيفيد. يقول لك اه صح. يبدا يفكر معاك، يفكر معاك، وصله للصح، اوعى تشرح له الصح على طول. مش هتستفيد حاجه لما تشرح له الصح على طول، هو مش هيتعلم حاجه، مش هيعرف يحل بعد كده. كده انت بتعلمه زي المدرسه، المسألة هتجيلك كده حلها كده، احنا مش عايزين النتيجة دي طبعا، احنا عايزينه يفكر. فانت كل ما تشرح مسألة خليه هو يفكر، طلع له البج وخليه يفكر تاني، طلع له البج، خليه يفكر تاني، طلع له البج، لحد ما يوصل هو ذات نفسه للحل الصحيح. القاعدة السابعة والأخيرة، الطالب لما يقول اي اجابه والاجابه دي تطلع غبيه او وحشه او غلط، دايما حسسه ان انت مبسوط بطريقه تفكيره. انا عاجبني طريقه تفكيرك، مش عاجبني الحل بس عاجبني طريقه تفكيرك. خليه المره اللي بعد كده يبقى احسن، والمره اللي بعديها احسن، والمره اللي بعديها احسن. فدايما خليك بوزيتيف، كل ما يقول حل
اه هو الحل ده غلط، بس انا عجبني طريقة تفكيرك جدا، وان انت وصلت الموضوع ده حاجة حلوة جدا. دايما اقول له الكلمتين دول.